armed and put it on the other guy who has committed all that wrong. He said, and then that will destroy him. He said, take, for example, in this world, were someone to take your wealth or take your possessions or burn your shop, whatever it be, yeah, it's not, it's bad, but you know, you get over it. It's still doable. But what about on the day of judgment when you have to, and no one wants that. No one wants his wealth taken away. No one wants these things. Who, he says, who in this world wants their stuff destroyed? Who in this world wants their store, their merchandise, or their commodity taken away? And he said, who wants to go live on the streets? No one does. But no one has this care that on the day of judgment, hellfire is hotter. You'll be in a lot worse state. You don't want to be impoverished or poor in that world. You want to make sure that you're protected. And this is the reason of harming others. وحقوق الله تعالى يعني يعفوها الله تعالى كريم لا يحتاج العباد محتاج ولا الله تعالى لا يحتاج. Be careful of the rights of others because Allah Ta'ala will forgive his rights because he's not in need of anything. He'll forgive his rights. But with others' rights, the huquq of the ibad, the rights of his creation, that's something he's not going to forgive unless they forgive you. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بما أعطيت وقنا واكفنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم ألف على الخير بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين.